لذلك كل استطلاعات اليوم تسير باتجاه أنه ترامب هو الذي سيحقق نسبة يعني نسبة مريحة بالنسبة للانتخابات وبالنسبة للتصويت للمرحلة القادمة. لماذا؟ لأنه هو لأول مرة نرى أن الجاليات المسلمة، الجاليات التي تحمل عقيدة إسلامية هي تدعم انتخابات ترامب. فلذلك نرى أن هذه الجاليات سابقا لم تأبه بموضوع الانتخابات، لكن اليوم موضوع غزة حاضر، موضوع جنوب لبنان حاضر في هذه الانتخابات. لذلك ترامب لعب على هذا الوتر، وهذه الجاليات التي في مدينة ميشيغان، ولاية ميشيغان، وكذلك في ديترويت، هذه المنطقة الولايتين التي تحتوي على أكثر عدد ممكن من المسلمين، نرى أن الكفة قد يعني تم ترجيحها إلى ترامب. إضافة إلى ذلك، ترامب لأول مرة استخدم في حملته الانتخابية، ليس كما كان في 2020، استخدم وسائل السوشيال ميديا التي لم يستخدمها سابقا، واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية بالنسبة للتواصل مع الشباب، مع المواطنين. كذلك دعم إيلون ماسك له، وتبرع بمبلغ $1,000,000 يوميا لحملة الانتخابية، ذهب باتجاه عمل لقاءات مع البودكاست الأمريكي. هذه المعطيات جميعها إضافة إلى ذلك جداً. هذه المعطيات اللي تحدثت بها، إذا بالفعل المواطن الأمريكي ينتبه إلها وينظر إلى الاقتصاد الداخلي والمعيشة الداخلية، ربما يذهب مثل ما تحدثت حول انتخاب ترامب. لكن هناك معطيات جديدة يعني وحايف في المنطقة، وهناك ميديا مثل ما تحدث السيد مخلد، وأيضا الميديا تؤثر في الشارع الأمريكي. الميديا كثيرا في المجتمع الإسلامي هي حاضرة، يعني الميديا موجودة، ما يحصل في غزة، ما يحصل في لبنان، ما يحصل في مناطق أخرى، هي موجودة من المجتمع الإسلامي. لذلك نرى أن ترامب اقترب كثيرا من الجالية المسلمة في هاتين الولايتين يعني. أما باقي الأمور، باقي المعطيات مثل ما تفضل الأستاذ، أكو هنالك ولايات مقفلة هارس، هناك ولايات مقفلة لترامب. إضافة إلى ذلك، يعني هنالك حسب المعطيات وحسب البيانات أن هنالك 11 ملياردير أمريكي، يعني هؤلاء هم يمثلون رأس الاقتصاد في الداخل الأمريكي، هم اليوم داعمين إلى ترامب. حتى وأن لم يكن هذا الدعم معلنا، فهنالك تصويت سري سيكون لهؤلاء.